باش نجلس هنايا واستقبلني بواحد الحراره واحد اسمه، ولكن داك السيد ما بقاش بزاف واحد المده، وجا واحد القايد السردي السردي مصطفى، وبدا هنا على الظلم والمناكير ما كانش كفء في العمل ديالو، لا الثقافي ولا ما كان غير قادر باش يمشي هاد، وهو كان بعدا قايد، وكان كفء في القيادة ديالو ما غادي يجيش هنا. كرة شد مقاطعة، شد دائرة، شد هادي، ولكن مسكين شوية غاروا الزمان والفكر عنده كان محايد بزاف، ودوزنا معاه شي ايامات، لكن داكشي كان انسان غير بعدا غير عادل، غير واقعي، غير كان ما كيعطي الوقت حتى لشي واحد تجي تدوي معاه، يقول لك بعد مني دوي معايا 10 متر، ولا انسان استغل الوقت ديالو واستغلنا حنايا، وإلا اون بروفيتي دو سكيلا فهمتي، في vis-à-vis ses connaissances ici. Mais c'est un élément, je ne sais pas moi comment je vais vous dire, mais c'était un mauvais élément pour le profit de ce centre. Le centre, c'est le MEDDA, c'est le CAN, ou CAN, MEDDA, GELEL. ولكن هاد الشيء ما كنلوموش حنا هادو جوج فقط، كنلومو اسمو رئيس الجمعيه وهو بريجه، وبريجه كان غير دوك اللي كانوا كيهزين الوراق ويدوروا وداك الشيء كلهم صيفتهم هنايا، لان هنايا قال بان البشر عنده لا يسوى، وهو المسؤول على هاد الشيء كاع، لا من إدارة ولا من مستخدمين، ولا واش مستخدم عباد الله، ها هو شدنا واحد هنايا في الجناح وما عرف يكتب حتى حرف من سميتو، وكان بوعار، كان شمكار، كان يعيش في الخلا، وعارفين الجناح عارفين كذا 70 ديال البشر، وكيفاش هاد انا ما تفهم لي والو، وكتبوا الجرائد كل كيكتب كيبغى وكل كيقول اللي بغى، ولكن اين اسمو اين الحل من هاد الشيء كله، ولا يكتب جريده تكتب هاد الشيء ديال الالكترونيك، هاد الشيء ديال ما كاين والو، شوف راكي اللي جات فيه، انا دابا فايت 70 عام وأعاني من أمراضي، وأعاني من بزاف، ولا شوف بابا دابا جاب الله واحد السيد بغى يخدم، راه دايرين ليه لو باتون دونيرو السي العباسي، و اش غادي نقول لك أولدي، هادشي كتير ما يتقال، والسكوت أحسن، احنا ساكتين وكل راه شادن. Thank you.